معاناة عنا بالمخيم بالشادياني. طلعنا من دون أواعي، طلعنا من دون لبس، طلعنا من دون الأولاد تشغدوا، النساء تشغدت، شغدونا من المخيم. طب إحنا مش حرام علينا هيك يعملوا فينا؟ مش حرام؟ طب وين نروح؟ وين نيجي؟ وين هاي خلبت بيوتنا؟ احترقت بيوتنا، طب إحنا شو بدنا نعمل هسه؟ طلعنا من المخيم، صار قصف، صار ضرب، عملنا حالنا وطلعنا، يعني ما خفتنا علينا، خفتنا على الاطفال الصغار. وجينا لهون على المدرسه، عانينا شوي يعني من فوتي، اول شيء ما كان عم يفوتوا. بعدين الحمد لله يعني انه فتنا ومشي الحال. حتى الآن تم تأمين 3 مراكز إيواء بالتنسيق مع الأونروا، اللي هي مدرسة نابلس، مدرسة بيت جالا، ومركز سبلين. في لا يقل عن 1100 عائلة صارت موجودة هناك، ونحن الآن موجودين بقلب المصلة من أجل استكمال باقي العائلات اللي موجودة، لأنه قريب جدا من مركز الأحداث وهو يعتبر غير آمن خلال هاي المرحلة. هي بدها تفتح محل بالي.